كالعادة مشاهدينا بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وأكد سيادته حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، أيضا الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة مصير مشترك. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر إلى قصر الاتحادية، وقد عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري. كما تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي. وعقب المباحثات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من مطار القاهرة الدولي. لسه مستمرين في رصد ما حدث أمس داخل قصر الاتحادية، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتم مناقشة التعاون لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الأمر، خاصة وأنه تم تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، وكمان تشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية شبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي.
من جانبه أعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة. كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة. وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحا في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. طبعا هذا الخبر هو مهم جدا الحقيقة، لأنه لا يمكن أن نغفل أهمية السياحة الرياضية. السياحة الرياضية هي من أهم أنواع السياحة اللي ممكن تكون موجودة في أي دولة في العالم، وإحنا بنتكلم أنه دلوقتي إحنا بنؤهل نفسنا ومصر بتؤهل عشان تقدر تستضيف أهم الفعاليات الرياضية، لأنه زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم في هذا التقرير تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد اللي تم الحقيقة على أفضل وجه، ويمكن كان في إشادة عالمية بتنظيم مصر، وإحنا شايفين مؤخرا أنه خبرة مصر في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات إن كانت الرياضية أو السياسية أو ما إلى ذلك كبيرة جدا، والعالم كل الحقيقة بقى حريص إن هو يتابع إيه اللي بيحصل في مصر، وتحديدا في فكرة تنظيم هذه الفعاليات الكبرى. على أي حال كان في كمان الحقيقة امبارح أخبار وأحداث تانية كتير، من أبرزها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمتحف المصري الكبير ومتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وكمان نفي الحكومة لشائعات الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمتحف المصري الكبير ومتابعة سير أعمال الترميم وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف. وخلال جولة رئيس الوزراء تمت الإشارة إلى أنه بيتم حالياً الانتهاء من تنفيذ وتطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المتحف المصري الكبير، واللي بتتضمن تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ده غير رفع كفاءة طريق القاهرة الفيوم الصحراوي من ميدان الرماية لحد الطريق الدائري الأوسطي بطول 16 كيلومتر. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي تم تداولها بخصوص الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. المركز قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وإنه تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بيتم بشكل مستقل تماماً من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات اللي بتتم في المشروع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك توقيع أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا في إطار دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة، وده بيأتي تأكيداً على دور القوات المسلحة الفاعل في التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمي. يمكن في التقرير اللي احنا تابعناه كان في يعني خبرين لابد اللي احنا نستوقف عندهم. اول خبر هو جوله دوله رئيس الوزراء في المتحف المصري الكبير، لان احنا زي ما احنا عارفين توجه الدوله دلوقتي لرفع قطاع السياحه، ويمكن زي ما قال قبل كده دكتور مصطفى مدبولي لو لبن العصفور هنجيبه علشان خاطر
نرفع من شأن هذا القطاع تحديدا ونجذب مزيد من السياح إلى مصر في ظل الأزمات اللي موجودة عالميا، فنخلي مصر هي مقصد للسياحة لعدد من الدول الأوروبية. لكن المهم في الأمر فكرة التكامل، لأن امبارح دكتور مصطفى مدبولي تفقد محطة المترو اللي بتخدم هذا المتحف، وكمان يمكن أثناء الجولة استوقفني فكرة إن كان في توجيه برفع كفاءة المباني المحيطة علشان تكون يعني في أبهى صورة ليها تليق بعظمة وحضارة المصريين لواحد من أكبر المتاحف اللي موجودة مش بس في مصر، احنا بنتكلم تقريبا أكبر المتاحف الموجودة في العالم، هذا المتحف اللي بيؤصل عراقة الحضارة المصرية. وكان في حاجة مهمة قوي، اتفرج دكتور مصطفى مدبولي على فيلم وثائقي للمتحف المصري الكبير رمز الخلود، الفيلم ده بيوثق ما حدث في هذه المنطقة تحديدا منطقة المتحف المصري الكبير بأيادي مصرية خالصة من إنجاز علشان خاطر يحافظوا ويعيدوا إحياء مرة تانية تراث أو عظمة الأجداد في منطقة الأهرامات. تاني حاجة جمانة هنتكلم عليها فكرة العاصمة الإدارية الجديدة بقى. طبعا كان في خبر بيقولك نفي إن احنا بنقترض علشان خاطر اللي احنا نعيد بناء المنازل أو الوحدات السكنية اللي موجودة والمشروعات الكبرى اللي موجودة هناك. هنقترض ليه؟ لأن احنا عندنا حتة أرض، الأرض دي كانت ببلاش، أنت أحيتيها بالعاصمة الإدارية الجديدة لما عملتيها وقدرت اللي أنت تجذبي مزيد من الاستثمارات وبتبيعيها. طيب، اشتروا هذه الأراضي وبنوا فيها، فهي الموضوع ملوش بالعكس ملوش أي علاقة بالاقتراض تماما، هو تمويل منفصل تماما من صحيح. المستثمرين زي ما احنا بنتكلم ملوش أي علاقة. بس يمكن احنا دايما بنشوف أنه أي مشروع أو أي خطوة مهمة وجادة وناجحة لازم يثار حواليها الشكوك، لازم يثار حواليها كلام، لازم نلاقي إشاعات. بس أعتقد دلوقتي إحنا بقى عندنا يعني من الوعي والثقافة ما يؤهلنا إن إحنا ندور ولا الأخبار، لأنه فعلا لو سيبنا نفسنا لكل الأخبار والإشاعات اللي بتطلع بتهيالي إحنا هنخسر كتير جدا، هنشك بشكل كبير جدا في كل خطوة ناجحة أو كل خطوة جادة إحنا بناخدها في هذه الفترة. خلينا نقول هي فترة دقيقة جدا، فلازم نبقى عارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه، عشان لسه عندنا قطاعات كتير جدا ومناحي كتير جدا لازم نشتغل عليها. صحيح. فلازم نبقى عارفين احنا حققنا ايه ومحتاجين فعلا نشتغل على ايه. زي ما قلت يا احمد، يعني يمكن الشائعات واحنا بنتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن العاصمة الإدارية الجديدة يا جماعة فعلا لازم نتوقف امامها. يعني زي ما احمد كان بيتكلم مع حضراتكم، مكان فاضي عمرناه بقى فيه، مش بس احنا مش بنتكلم على مكان بقى فيه يمكن مقار حكومية ولا فيه جامعات ولا فيه مدارس، موقع العاصمة الإدارية الجديدة فيه فكرة انه هيعمر كمان ما حولها. على طريق العين السخنة كان يمنا وشمالنا صحراء، هي دي العاصمة الإدارية اللي انت النهاردة أحيتيها وبتقيمي فيها كبرى الفعاليات، كبرى الوفود الدولية بتجيلك النهاردة وتتفرج على اللي انت عملتيه، خليتي التراب بقى بملايين وأحيت ما حولها وقدمت فرص عمل. يمكن حاجات كتير جدا لما بنتكلم على مشروع، المشروع مش بس قائم عليه يعني كمشروع بحد ذاته، لا بيكون في وراه حاجات تانية كتير جدا وناس بتستفيد بشكل كبير جدا. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم على كم فرص العمل اللي توفرت في من خلال العمل في العاصمة الإدارية الجديدة. على أي حال لسه مكملين مع حضراتكم وهنروح معاكم دلوقتي في جولة للمحافظات. النهاردة في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، أبرزها تنفيذ 2000 مشروع بالمحافظات بقروض وصلت ل 567 مليون جنيه خلال شهر أغسطس اللي فات. كمان الشرقية دلوقتي بتستعد لاستضافة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته 26، وفي أسوان فحص 2997 مواطن في قافلة طبية مجانية. أخبار تانية كتير من محافظات كتير هنعرفها مع حضراتكم من خلال التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها تصريحات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك أسهم خلال شهر أغسطس اللي فات في تنفيذ 2000 مشروع بقروض 567 مليون جنيه، والمشروعات دي وفرت أكتر من 95.8 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
في الشرقية تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب التجهيزات والاستعدادات اللي بتتم بأرض قرية الفروسية بمدينة بلبيس والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته 26. فعاليات المهرجان هتستمر على مدار يومين 29 و30 سبتمبر. في بورسعيد تفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان الاستعدادات النهائية لتشغيل أحدث مركز تجاري لتجارة الملابس المستعملة واللي بينتظره العديد من أبناء بورسعيد وزوارها. في الإسماعيلية أعلن الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية داخل الشريان التاجي والمعروفة بتقنية IVUS بدلاً من التدخل الجراحي، وده وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية. التقنية دي بيتم استخدامها في قسم قسطرة القلب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية. في الأقصر قال الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر إن الجامعة قدمت 9 أبحاث حول تأثير التغيرات المناخية على المقابر والمعابد الأثرية في البر الغربي بالأقصر والأخشاب أيضاً الأثرية في صعيد مصر وعلى المباني الأثرية في البيئات المختلفة الصحراوية الساحلية والزراعية. في أسوان قال الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه تم تنظيم قافلة طبية على مدار يومين شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية. القافلة قدرت إنها تجري الكشف الطبي على 2997 مواطن وتقديم مختلف الخدمات العلاجية بالمجان. في سوهاج تم استلام أكثر من 14,000 شجرة مثمرة عبارة عن شجر توت وجوافة مقدمة من وزارة البيئة لزراعتها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وده في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في مطروح انطلقت فعاليات أول أنشطة المرحلة الخامسة لمشروع قيم وحياة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح. في الوادي الجديد أعلن المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط البدء في أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الفرافرة عثمان بن عفان كمرحلة أولى، وده ضمن خطة رصف الطريق الممتد من مدينة الفرافرة حتى قرية أبو هريرة بطول 45 كيلومتر، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.